السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدربين ولاعبين يدافعون عن محرز، وذلك لأنه كان في مباراة أمس ريال مدريد ومانشستر سيتي محرز كان موجود على دكة البدلاء، وهذا فعلا شيء لا يطاق أبدا. ولاعب مشهور جدا نجلس على دكة البدلاء، هل هذه هي عنصرية أم ضعف شخصية؟ طبعا أنتظر لكم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو. أتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة، وتعالوا نشوف المدربين ماذا يقولون عن محرز. طبعا محرز لاعب مشهور جدا ومعروف جدا، ولكن غوارديولا الأصلع أو غوريلا ما بنعرف شو ماذا يدور برأسه. تعالوا نسمع مع بعض المدرب سام الإرديس ماذا يقول. لم يسبق لي مشاهدة لاعب يوقف محرز عندما يداعب الكرة بقدمه اليسرى القوية، لذا أدعو من بإمكانه أن يهديني محرز فليفعل ذلك، لكنني لن أتمكن من شرائه لأنه ربما يصل سعره إلى حوالي 30 مليون جنيه استرليني. يمكنك أن تمنعه من اللعب بقدمه اليسرى بقدر ما تريد، ولكن سيتحول إلى قدمه اليمنى، لذا عليك أن تضع لاعبان أو لاعبين يراقبانه. هذا ما قال المدرب. تعالوا مع بعض نشوف ماذا قال سمير نصري، وهو نجم مانشستر سيتي السابق، في حوار مع جريدة ليكيب. قال رياض محرز لا ينال الثناء الذي يستحقه بالفعل من مانشستر سيتي، لو كان لاعبا لإرسنال لكان حديث الساعة في إنجلترا. تواجد عدة لاعبين سابقين لإرسنال كمحللين في كبرى القنوات الإنجليزية وراء الرفع من قيمة لاعبي الفارز مقارنة بآخرين في نفس المستوى. بوكاي سيكا منذ سجل 14 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ومحرز سجل 15 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، لكنهم لا يتحدثون عنه بنفس الأهمية رغم أنه المستوى هو ذاته. هذا ما قال. طبعا في تعليقات كثيرة كما ترون، هذا أيضا تعليقات من الجماهير ولاعبين ولاعبين سابقين أيضا كتبوا، كل واحد كتب طبعا على الصفحة بتاعته. ما رأيكم أنتم؟